السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. حلقة جديدة النهاردة دمها خفيف، تتعلق بالزوجة وتجسسها على زوجها على تليفونه. يعني كتير من المصريين والمغربيين والجزائريين والتونسيين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين والسوريين والعراقيين، أنا قلت كله ولا لسه؟ المهم يعني العرب كتير بيتعرضوا لهذا الموقف، ان مراته ممكن في يوم من الايام كده تقول له كذا كذا كذا، يقول لها ايه ده، ايه الكلام اللي بتقوليه ده، تقول له بص في تليفونك فلانة، كلمها ليه، فلانة تعرفها بقالك قد ايه، يقول لها ايه ده انت بتبص في تليفوني. هو بس قبل بس ما اخش في الموضوع بقى والكلام السخن، خلينا بس ايه مقدمة صغيرة كده. اولا هتكلم على روسيا، لان اوكرانيا معرفش ان فيها قانون كده، روسيا هي اللي فيها القانون ده، ان لو حد اطلع على تليفونك او معلوماتك الشخصية ده مجرم او جريمة او مخالفة، العقوبة بتاعتها بتوصل لنص مليون روبل احيانا اقصى العقوبة، فمش حاجة صغيرة ان انت حد حتى لو كان قريب ليك، حتى لو كان قريب ليك، حتى لو كان مراتك، حتى لو كان مراتك او انت بتطلع على تليفون مراتك و اكتشف هذا الامر، ما طبعا اثباته صعب، يعني خلي بالك برضه اثباته صعب. في برضه برامج بتتحط في التليفون بتسجل لك اللوجز، اللوج بتاع مين عمل لوجن على التليفون، مين فتح في توقيت ايه، مين ده، طبعا الشفره بتاعتك هي او الباسورد بتاعك، يبقى انت اللي داخل. بس مواعيد الدخلات، لو انت اثبتت مثلا انا ما كنتش موجود في هذا التوقيت، كنت في عملي، او في اثبات ان انت او في شهود ان انت كنت في عملك والتليفون مش معاك، كان موجود في البيت وحصل دخول، فساعتها تثبت باللوجز اللي موجوده. طبعا اللوج ده مش هيبقى موجود الا لازم حاجه تنزلها، في حاجه برضو اسمها كي لوجر، في حاجات كتير ابلكيشنز كتيره بتنزل على التليفون ممكن تظبط لك الاداء، ممكن تصور مين اللي فتح حتى والاكشنز اللي عملها في التليفون كلها بتبقى لوجد ومتسجله في التليفون، دي ممكن تبقى ايفيدنس او دليل على الدخول الغير شرعي على تليفونك. دي مقدمه صغيره كده ان الموضوع ده مجرم او غلط. هضيف ليها برضو حته صغيره ممكن ملهاش علاقه قوي بس مهمه انك تعرفها، هو ان استخدام البيانات الشخصيه، يعني مثلا حد دخل على تليفونك وخد بيانات شخصيه، دي جريمه تانية او مخالفه تانية، ان خد بيانات شخصيه واستخدمها، استخدام البيانات الشخصية سواء بالذات صورك يعني، واستعان بيها مثلا عنده في اي في الصفحة عنده او في فيديو عنده او في تيك توك او في اي ابلكيشن، استعان بفيديو ليك او صورك او اي حاجة تخصك، ده برضو جريمة مجرمة في البلدين، في اوكرانيا وفي روسيا، فده ممكن ترفع قضية وعليها مخالفات، ما بتبقى في الاغلب غرامات وبيخلصوا الموضوع، لكن الحبس فيها اخر حاجة يعني من اقصى العقوبة حسب حجم الضرر اللي انت عملته للشخص ده والمحامي بتاعك قدر يثبت او انت قدرت تثبت الضرر الكبير اللي وقع عليك نتيجة هذه الاستخدام الغير شرعي للبيانات بتاعتك الشخصية. نخش بقى في الموضوع بتاع الدخول الغير شرعي على التليفون بتاعك من الزوجة. طبعا حضرتك بتبقى طول الوقت بتفتح التليفون بتكتب الكود او تحط البصمه، فطبعا وانت نايم ممكن تستخدم بصمه صباعك وتروح فاتح التليفون، او في لحظه كده وانت قاعد بتاكل ولا حاجه وحطيت الكود عينيها من الجنب كده راحت لقطه ايه الكود وراحت فاتحه التليفون في اي وقت من الاوقات، لقيت بقى ايه سفيتلانا والينا واليونا واولجا وكل اللي انت ايه الليسته اللي انت تعرفها، وشافت بقى ايه الكلام اللي انت قايله على مراتك او على انك مش متجوز اصلا، يعني مثلا انت اكيد معظمهم او كلهم لو عارف واحده تانية هتقول لها انا مش متجوز، مش هتقول لها اصلا انك متجوز علشان ما تسيبكش يعني. فكل الكلام اللي مكتوب هتقراه وتاخد منه سكرين شوتس وممكن ايه تبعته لنفسها في ايميل ولا في بلوتوث ولا حاجه. المهم علينا، مش قصتنا هي هتعمل ايه على التليفون، قصتنا هي دخلت ازاي. قلت لك دخلت ازاي، ان يا اما الشفره يا اما البصمه. طيب لا شفره ولا بصمه، كله متامن، وما هي ما شافتش حاجه وما تعرفش حاجه وما تقدرش ان انا وانا نايم تاخد بصمتي. طيب ايه الطريقه بقى الثالثه؟ الطريقه الثالثه هي بالتروجن هورس، بالهاكينج. الهاكينج يعني اشرح لكم بس الفكره كده، الناس اكيد كلها عارفه يعني ايه هاكينج.
او الهاكر بيعمل ايه على التليفون بتاعك. ولكن هشرح لكم حاجه بس خلفيه تكنولوجيه كده صغيره، مش هخش لكم في تفاصيل. مبدئيا مبدا التجسس على تليفون هو مبدا سيرفر كلاينت ريليشن شيب، يعني علاقه ما بين سيرفر وكلاينت، خادم وكلاينت اللي هو الزبون. بس لا، هو الكلاينت مش زبون، هو المفروض في المعنى ده هو الماستر، فخليها ماستر سليف زي ما بيسموها الهاكرز، ماستر سليف. انا الماستر بعت للسليف فايل صغير اللي هو بيسموه تروجن هورس. التروجن هورس ده نسبة الى تروي او ترويا زي ما هي بتسميها دلوقتي مدينة في تركيا، وكانت تمام زمان تحت الحكم البيزنطي الجريكي. المهم تروجن هورس ده هو الحاجة الصغيرة دي اللي هو بيخليك تبقى خادم او سيرفر، وانا كلاينت او انا الماستر وانت السليف، اقدر اتحكم في جهازك يمكن احسن من حضرتك عن بعد. دي ليها اساليب كتير طبعا، ممكن ابعت لك لينك على الماسنجر، ممكن ابعت لك حاجة على الواتساب تفتكرها صورة او تفتكرها لينك يوتيوب او لينك صفحة تدوس عليها طبعا تروح ورا الشمس، طبعا بيظهر لك فعلا صفحة وبيعمل لك ريدايركشن في حتة صحيحة وقناة يوتيوب وكل حاجة او فيديو معين او تيك توك او ايا كان، ولكن في الخلفية في حاجة نزلت في تليفونك. ده للامانة لازم اقول لك طبعا الناس اللي شغاله السكيورتي تعرف كويس فتح البورتس بتاعه البرامج دي، وان ازاي ان انت تنفذ من خلال هذا البورت لما بتنزل السيرفر او التروجن على الجهاز، او التروجن نفسه بيفتح البورت الخاص بيه وبينقل كل الداتا بتاعتك، بتبقى ادمنستريتور على التليفون. زمان كان ده بيتعمل على السيرفرات والكمبيوترز، دلوقتي موجود على التليفونات وبقاله فتره طويله. الايفون كان صعب ان انت تخترقه لسنين طويله، ولكن وصلنا برضو لنتيجه ان احنا نقدر نخترق تليفونات الايفون. الاف بي اي كان في حد مجرم وعايزين يشوفوا تليفونه، وايفون شركه ابل رفضت. الاف بي اي اتصرف، جاب الهاكرز بتوعه قال لهم يا جماعه عايزين نعمل الموضوع ده، في 48 ساعه كانوا دخلوا التليفون. ساعات بتاخد وقت طويل ايوه، ولكن بنوصل، بنقدر نخش على التليفون وتجيب تبقى خلاص توصل لان انت تبقى ادمنستريتور، والراجل صاحب التليفون بتاع الاكونت الرئيسي ما هوش ادمنستريتور، بيبقى يوزر عادي وصلاحياته محدوده، حتى ما يقدرش يشيل الصلاحيات بتاعتك، ما يقدرش يشيلك، ما يقدرش يشيل البروفايل بتاعك. ما علينا. فالمهم دي خلفيه بس بسيطه، زي ما قلت لكم ترويا او تروي ده حصان طروادة باللغة العربية، ده حصان خشب أنشأوه زمان أحد القوميات، من غير أدخلكم في تفاصيل اليادة والحاجات دي، علشان كانوا تحت حصار فدخلوا الحصان ده جوه المدينة أو جوه الحصن بتاع الدولة أو القومية أو الجيش المحاصرهم، وحطوا جوه هو طبعا حصان خشب كبير وزنه يجي 10 طن ولا حاجة. المهم دخلوا جوه عساكر، وعلى انه حاجه بقى ايه غنيمه خدوها الناس العدو، خدوها جوه وجواها خيره الجنود، وبالليل طلعوا فتحوا الابواب بتاعه الحصن او الكريبست ودخلوا الجنود زمايلهم بقوا واحتلوا المدينه، وبقت ترويا احتلت وفكوا الحصار وسيطروا عليها في الليله دي. فممكن تكون اسطوره ويكون مجرد الحصان ده موجود بس كده حاجه صرح.